كلكم شايفين ان انا مش هرتاح معاها، حتى ابويا الله يرحمه برضه كان شايف كده، وانا بصراحه مش مبسوط، بس متعود عليها، لسه مش عارف اتخيل حياتي من غيرها. فاهمه قصدي؟ فاهمه. مالكش دعوه باي حد، اعمل اللي انت حاسه واللي انت عايزه. انت لسه بتحبها، روح لها. يعني مش هتتمر عليا لما اروح اقول لها تعالي نرجع انا مش عايز برضه تعمل هي الحركات بتاعتها دي. عادي يا سيدي، ما تتمرع. اي واحده يعني بتحب وتتحب بتبقى عايزه تحس ان حبيبها في ظهرها. عادي، روح لها يا طارق. كيكو ازيك؟ الحمد لله. خلصت حبيبي؟ ايوه خلصت، وقابلت بابي تحت هو وطنط صاحبته وقال لي اسلم عليك. طنط صاحبته؟ ده ايه الحوار ده؟ حوار. ماشي يلا بينا. يلا سلام يا تيكو. هو انتوا رايحين فين؟ ما تقعدوا تتغدوا معايا. خلاص بقى، انت عندك حاجه مهمه قوي لازم تعملها دلوقتي. ليلى شكرا. على ايه؟ لا بص يا علي، مش هينفع، لازم الام بادي يبقى قبل التمرين على الاقل. ايه طارق؟ ايه انت رايحه فين؟ مالكش دعوه يا طارق. طب معلش تعالي، عايزك في موضوع. بقول لك ايه يا شبح، نزل ايدك كده وهدي اعصابك شويه. اخلص يا ابني، انا محترم بس ان هي واقفه ما بيننا. ثانيه واحده بس، ثانيه واحده يا علي. طارق انا مش هاجي معاك في حته، وبعد اذنك سيبني بقى في حالي. انا هسيبك فعلا، بس معلش سؤال بس، مش هو ده علي اللي انت مش هتسمحي ان انا المح ان في ما بينك وما بينه حاجه؟ خلصنا يا طارق، خلصنا. احنا خلصنا فعلا، خلصنا. مالك يا ليلى؟ في ايه؟ كريم بيقول انك تعبانه. انا كويسه بس مش قادره اتكلم. قلت له كده بس عشان يسيبني لوحدي. ايه اللي حصل طيب؟ مخنوقه مش قادره اتكلم. مالك طيب بتعيطي ليه؟ طارق. ماله سي طارق؟ يا حبيبتي اللي يشوفك امبارح ما يشوفكيش دلوقتي، عرفتي منين انه لسه بيحبها؟ هو اللي قال لي. طب يا حبيبتي، ساب ال 100 مليون بني ادم وقرر يجي انا عشان يسالني يرجع لها ولا لا؟ طيب ممكن تهدي طيب؟ قلتي له ايه؟ قلت له يروح لها صلاح. طب يا حبيبتي انتي في ايدك ايه تعمليه؟ هو لسه بيحبها، مفيش حاجه في ايدك تعمليها. ايوه بس مش لازم ازقه، ما بقاش انا السبب يعني. عن ابو الصحاب يا شيخ اللي مخليه مش شايفني كده. اهدي طيب، اهدي ومالكيش دعوه. لو سالك تاني ما تقولوش تروحي صالحها ولا ما يروحش لصالحها، مالكيش دعوه، ما تتدخليش اصلا. كفايه اللي انتي فيه. ما قدرتش انا يا ريري. أعمل إيه يا ريري؟ أعمل إيه؟ اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.